أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان الأربعاء 29 سبتمبر أيلول 2021. العلاقة المتشابكة والمحادثات ذات المعنى المزدوج وسوء الفهم هي أمر اليوم، لكنها ستثبت أنها مسلية وليست ضارة. لا تقلق بشأن هؤلاء، بدلا من ذلك خفف من حدة الأمور وتراجع إلى الوراء واستمتع بكوميديا الأخطاء التي ستحدث في كل مكان من حولك اليوم. مع جرعة صحية من الفكاهة يمكن أن يكون اليوم ممتعا للغاية بالفعل. عاطفيا ستكون عدوانيا في الحب اليوم، فقد تأكد من إبعاد غرورك عن الطريق من أجل الاستمتاع بعلاقة مرضية. مع ذلك فإن شريكك سوف يحب نفسك الجديدة وسيستمتع بثقتك بنفسك الجديدة. تأكد من اغتنام هذه الفرصة لقضاء وقت ممتع مع شريك حياتك. مهنيا هناك عدد من الفرص المختلفة المتعلقة بالتمويل والوظيفة مفتوحة أمامك اليوم، وقد تبدأ في الشعور بالإرهاق والارتباك قليلا بشأن الاتجاه الذي يجب أن تسلكه. احرص على عدم ترك هذا التردد يشلك. إذا تحركت الآن يمكن أن تغير مستقبلك المالي تماما. العمل السريع والحاسم هو حاجة اليوم. صحيا سيكون اليوم ضرائب قليلة عليك، قد تجد نفسك متوترا وقد تحدث آلام الرقبة. ينصح بالسير والانحناء بعد كل ساعتين من العمل، سيؤدي ذلك إلى شد عضلاتك أو إرخائها. يمكنك أيضا التخطيط لجلسة تدليك أو علاج للاسترخاء، ولا تنسى التخلص من توترك مرة أخرى وأنت جالس للتدليك. توقعات برج السرطان للرجل. ما تزال في المقدمة وثقتك بنفسك كبيرة. لا تهتم لكلام الآخرين الذين يحاولون انتقادك في أفعالك. حاول دائما أن تقابل المشاكل بالصبر والهدوء. حتى لا تتفاقم استمر في هذا الأسلوب، فهو الأمثل لحل المشاكل الدائمة. كن ذكيا وحكيما في جميع تعاملاتك اليوم، ولا تثق بأحد. توقعات برج السرطان للمرأة. أنت تملكين الطاقة اللازمة لإثبات قدراتك، كما أنك على وشك حصد الكثير من الاهتمام. كوني واثقة بسرعة بديهتك وأحرصي على جذب الناس من حولك. لا أحد ولا شيء يمكن أن يحبطك اليوم. الفترة الماضية كانت كئيبة جدا، لكن اليوم تملكين الطاقة اللازمة للخروج من هذه الشرنقة والعودة إلى العالم. ثقي بنفسك واجذبي الأشخاص الإيجابيين حولك. عليك البحث عن علامات للتفاؤل في حياتك اليوم. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 يونيو إلى 2 يوليو. الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها. ربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لغيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آتي. وحتى أن استغرق الأمر زمنا أطول فسوف تصل إلى هدفك بالإصرار والصبر. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 يوليو إلى 12 يوليو. توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات، وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. قد تستغرق وقتا أطول في الوصول إلى هدفك، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 يوليو إلى 22 يوليو. طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثناءك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس وأنظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وأمضي إلى الأمام، أو حاول تكيف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. أي من الخيارين سوف يظهر ما إذا كان هدفك واقعي ويستحق عناء الوصول إليه أم لا.